بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم اس ویڈیو میں دعا کعب سیکھیں گے جس کے پڑھنے سے ہر قسم کے سحر و جادو کا آسان طریقہ و علاج ہے، جس کے پڑھنے سے تمام جادو و سحر دور ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا نعوذ باللہ بنا دیتے. ہم اس دعا کو سیکھنے سے پہلے اس کا طریقہ جان لیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے، صبح و شام 11-11 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں. چلے دعا سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بوجه الله العظيم الذي عظيم الذي عظيم الذي أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء ليس شيء ليس شيء أعظم 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 منه 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 أعظم منه. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي وبكلمات الله التامات التي وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن لا يجاوزهن لا يجاوزهن بر ولا فاجر بر ولا فاجر بر ولا فاجر. وبأسماء الله الحسنى وبأسماء الله الحسنى وبأسماء الله الحسنى كلها 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 ما علمت منها ما علمت منها ما علمت منها وما لم أعلم وما لم أعلم وما لم أعلم من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق وبرأ وذرى وبرأ وذرى وبرأ وذرى. اس دعا کو کمپلیٹلی ہم پڑھ لیتے ہیں پھر سے ایک بار دوبارہ. اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرى. ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم
وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس دعا کو یاد یا سیکھ لیا ہوگا، اگر آپ دوبارہ پڑھ لیں، دوبارہ سن لیں تو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.